مساء الخير على كل مشاهدة ومتابعي يشوف في كل مكان. اهلا بيكم في لايف جديد. يعني النهارده حدث واقع يعني هزت الرأي العام وتداولت اخبارها في كل المواقع المصرية. تفاصيل في القضية وتفاصيل ما حدث خلال الساعات الأخيرة الماضية وتحديدا يعني في التحقيقات اللي حصل، او حضرتك تحب تقول ايه للناس اللي بتسمعنا، لان بعض الاخبار الكثيرة تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية. بص حضرتك، الموجز الامر والفيصل والعلمي المتهم، معلش، هو اللي اتكلم على موضوع الكاميرا. يعني انا صغير ممكن افهم موضوع، وانا اللي قلت للنيابه على مكان الجي بي اس وصممت على تفريغ الكاميرا اللي داخل السياره. عايزين نوصل للحقيقه، هل هي كانت مشده ما بين الطرفين ولا كان اعتداء؟ والله لو كان اعتداء بالتصوير اللي على اطوار المجني عليها فيستوجب العقوبه، ما حدش يقدر يتكلم، والكاميرا مش هتنافي، الكاميرا هتجيب الحقيقه، سواء كان حاول ان هو يعتدى عليها او الموضوع كان مشد على موضوع طريقه الدفع للمشوار اللي هو المزعوم اللي هم كانوا رايحينه دوت بتاع الشيخ زايد، وتوقفوا بعد كده، اتكنسلت الرحله بمعرفه طبعا السائق، لان ده اي طلب فيزا لازم يتكنسل عن طريق السائق طالما طلب الدفع بفيزا. فموجز الامر والامر الفيصل هو تفريغ الكاميرا. فانا مش اقدر اتابع الاحداث ولا احكم على المجني عليها ولا المتهم بدرجه طرف، لكن لو ثبت العكس وان الراجل دوت ما قامش بارتكاب الكلام دوت، الوقائع كلها معلش يعني مكذوبه. مين اللي طلب بتفريغ الكاميرا؟ يعني حضرتك طلبتها؟ طلبت من وكيل النائب العام، ووكيل النائب العام سددها في المحضر وسطرها، وبالفعل اجرى معاينه للسياره، والمفترض ان هو تحصل على كارت الذاكره بتاع الكاميرا الاماميه والكاميرا الخلفيه لتبيان الحقيقه. انا قلت له تبيان الحقيقه ايا ما كانت الحقيقه. احنا متعودين على الصغير ان اللي بيطلب بتفريغ الكاميرا بيكون الطرف الثاني. لاول مره بنشوف يعني بتحصل، ولكن في مرات قليله بنشوف ان هنا الجاني مثلا او المتهم هو الدفاع عنه بيطالب بتفريغ الكاميرا. ايه سبب طلب حضرتك الغريب ده؟ حضرتك ده مش طلب غريب. حضرتك انا تواصلت تبدا مع مالك السياره في البدايه عشان اشوف السياره مثبت فيها جي بي اس وعلى انهي تليفون مربوطه عشان نجيب خط سير السياره وقفت فين وايه اللي حصل. فقال لي لا، ده انا كمان مثبت كاميرات والمتهم عارف الكلام دوت كويس. فلما سالت المتهم اكد لي، وبناء على كده انا طلبت عشان يبقى الامر فيصل ما بين الطرفين، الكاميرا مش هتكذب ولا هتكذب اي مكان، حتى لو الكارت اللي اتحصلت عليه النيابه ارسل معمل الاذاعه والتلفزيون لتبيان صحته، انا معاه، حتى لو المتهم هيفضل محبوس مش مشكله، بس لغايه لما الحقيقه تظهر، مش عايزين نستعجل الحكم ولا الاحداث. في احتماليه ان تفريغ الكاميرا يدين المتهم، حضرتك مش قلقان من ده؟ انا مش قلقان من دوت، لان انا عايز اوصل للحقيقه زي اي حد، لان كلنا معرضين للكلام ده. لو هو شخص غير سوي سعادتك وهو مش مظبوط حضرتك وهو بيعمل الكلام ده، لا يبقى معلش ده يستوجب الايه؟ البتر من المجتمع او النفي من الارض اللي هو السجن حضرتك، العقوبه. ليه؟ لان ده خطر عليا وخطر على حضرتك وعلى كل اهالينا، فالكلام دوت ما ينفعش، مش هستقيم الكلام ده، مش هستقيم. احنا مش هندافع عن باطل. عندك اخوات بنات؟ ايوه. طيب كلنا كده بالظبط. اكيد حضرتك تواصلت يعني واتكلمت مع المتهم، وعايز اعرف مجريات الحوار كان ايه بالظبط؟ يعني بيكلمك في ايه؟ بيقول لك انا بريء، بيقول لك اعمل حاجه معينه، اكيد عنده طلبات برضو شخصيه. هو ما اتكلمش معايا غير في حاجات بسيطه جدا، وكل تصميمه على موضوع التصوير بتاع الكاميرا المثبته داخل السياره. ايوه، يعني هو مصمم على ده. ايوه مصمم على ده، خلاص هو والله مصمم على ده، وطلع ده امر بيدينه، يبقى يتولاه ربنا بقى، يبقى هو مع حاله. ما جرى بقى في التحقيقات برضه احنا محتاجين نعرفه ويظهر ليه الراي العام، لان زي ما قلنا في البدايه ان الكل متابع ومنتظر. فايه اللي حضرتك تحب تقوله فيما يخص التحقيقات؟ والله التحقيقات كلها جت، هو انكر الوقائع كلها وقال ان سبب المشكله كلها بسبب طريقه الدفع من فيزا الكاش، وبعد كده الناس اتفقت معاه ان هم هيحولوا له على المحفظه عشان موضوع الفيزا ده بيتاخر على اوبر ان هو يستلم المبلغ، هو عنده التزامات، والسياره اللي هو شغال عليها ديت اصلا مش بتاعته، وهو شغال من 9 صباحا ل 9 مساء، عنده اسره وبياخد راتب كل شهر وبيوصل افراد الاسره كلها، وبعد الساعه 9 مساء بيبدا يفتح الابلكيشن
وياخد كام اوردر يجيب بيهم المصاريف ويروح. ده خلاف على فلوس. هو ما بيدخنش حتى، حتى لما قالوا ان هو اصلا بيشرب مخدرات او الكلام دوت، هو ما بيدخنش السيجاره. هل المتهم ليه اي سوابق مثلا، ليه سوابق جنائيه في صاحبه الحاله الجنائيه بتاعته بيضاء خالص، مفيش حاجه. طيب تقييمه مثلا على الابلكيشن او حاجه تطرقت اكيد لده ولا لسه؟ لسه، لان التليفونات لم تفرغ بعد، وده مش قرينه برضه حضرتك يعني. هو لو فرضنا ان هو واخد 20,000 نجم يا سيدي، بس هو افلامه مش كويسه يعني، ده هيعمل ايه؟ ده مش هيعمل حاجه. طيب في بعض المواقع ايضا اتكلمت، واكيد طبعا في ناس هجمت وفي ناس كانت بتدافع عنه، ولكن الحقيقه لم تظهر حتى الان. ومن ضمن الناس اللي يعني هجمت بتقول او اللي بيدافعوا عنه بيقولوا ان هو كان عنده اعاقه، هل ده حقيقي؟ هو من ذوي الاحتياجات الخاصه، وكان مركب جهاز للسمع في اذنه، فعلى طالب برضه المتهم قال في تحقيقات النائب العام قال ان ساعه لما حصل وهي خرجت من العربيه بالموبايل بتاعه وسابت الباب مفتوح ونزل وراه عشان يكلمها لما كنسلت الرحله عشان ياخد حتى ثمن المشوار البسيط اللي هو عمرو دوت انه هيرجعها، فشدت منه السماعه فما جيش اداها منها، السماعه اتقطعت، فطبعا دوت عمل له مشكله كبيره طبعا، بيفقد التوازن بتاعه ومش عارف يسمع حاجه طبعا، فدي مشكله بالنسبه له. يعني المشكله اللي حصلت بين الفتاه والسائق هي مشكله السماعه اللي اتشدت. ما هو اللي ايه اللي ادى لمشكله السماعه بقى حضرتك؟ موضوع المشده بتاعت طريقه الدفع ما بين الاطراف، ده على قالت مين؟ المتهم نفسه قال الكلام ده في تحقيقات النيابه، شدت منه السماعه، لما جه هو ياخد منها السماعه ثاني عشان عايز يسمع هي بتقول ايه وعايز يدرك الوضع حواليه، السماعه اتقطعت واتلفت. دخل في حاله مثلا من العصبيه وفي حاله من الانهيار. امر طبيعي. حضرتك لما انت يعني انت لو حاجه فرقعت جنبك ودنك حصل فيها طنين يعني مش هتبقى طبيعي، مش هتبقى سامع حاجه ايه اللي بيتقال حواليك، مش انت مش سامع حاجه، فما بالك ان انت الجهاز ده هو المصدر الوحيد اللي انت بتسمع بيه. انت حضرتك جرب كده سد ودنك وامشي شوف اللي حواليك بيكلموك هتبقى عامل ازاي؟ ده مش طبيعي. هل في ما يثبت الروايه دي؟ ايه؟ في ما يثبت الروايه دي؟ هل السماعه مثلا إيه؟ موجوده؟ ما يثبت الروايه دي حضرتك ان النيابه جابت سماعه عشان المتهم، عشان النيابه تقدر تحقق مع المتهم، لان التحقيق معاه كان بصعوبه بالغه لان هو مش سامع حاجه، فانا نكتب له وسيد وكيل يعني تعب معاه جدا ان هو يعني ايه يعني له صوته عشان يفهمه او حتى بالاشاره او غيره عشان يقدر ان هو يجابه لان هو مش سامع حاجه. في رواية أخرى برضو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي أن في عربية نقل لقت الفتاة على الطريق ملفوفة ببطانية، تواصل يعني سائق العربية تواصل مع بالموبايل مع شقيقتها، حصل حالة إغماء، الحاجات دي كلها الرواية دي حضرتك أكيد طرحت عليها. الرواية دي هو في اتنين شهود أجد. يعني الرواية اللي هي منتشرة حاليا دلوقتي على مواقع التواصل الاجتماعي حضرتك بتشوفها ازاي؟ والله ان الروايات اللي بتنزل على السوشيال ميديا او التواصل الاجتماعي معلش مش هنلتفت ليها لان احنا في اوراق وفي تحقيقات وفي اقوال، فانا لو قعدت ابص بقى للسوشيال ميديا انا مالي من السوشيال ميديا دلوقتي، انا عندي تحقيقات مفيش اقوى من الكاميرا. وحضرتك يعني في كاميرا مثبته داخل السياره هي اللي هتجيب الحقيقه، توصل الحقيقه فورا. سؤال ايضا يعني في النهايه يعني نحب نساله، حضرتك اكيد تابعت الفتره الاخيره ايضا كان في قضيه لفتاه الاوبر ايضا حبيبه الشماع، في حاله يعني اول ما مسكت القضيه ما كانش في تخوف شويه ان هيبقى فيه هجوم، لان تاني حادثه في اقل من شهور، وبتشوف ده ازاي يعني؟ ما هقول لحضرتك من بدايه الامر لما جالي تولي الدفاع عن المتهم دوت، اول حاجه سالت عليها هو الجي بي اس عن طريق الملك بتاع السياره، فوجئت لقيت ان ملك السياره بيقول لي لا ده كمان في كاميرا مثبته جوه، لو الراجل ده عمل الكلام ده يبقى ما دافعش عنه. هل شركه اوبر تواصلت مع السائق، تواصلت معاك قامت محامي للسائق؟ طب اي لا ما شفتش شركه اوبر مش طرف تماما في القضيه حتى الان؟ لغايه دلوقتي انا ما شفتش اي من يمثل شركه اوبر في اي يعني من الطبيعي ان الموظف في حاله خطاه بتدافع عنه الشركه اللي هو موظف فيها، فايضا من الطبيعي ان شركه طب اوبر. طب ولو ثبت العكس؟ راح لسه اكمل يعني. ان في الطبيعي ان شركه اوبر تطلع توضح الحقيقه، يعني اذا كان هو مدان او غير مدان لا تلتزم الصمت، فحضرتك هتطالب بده ان هي تتكلم او تصدر بيان؟ والجريمه تمس شركه اوبر؟ لا انا يهمني والله المتهم بتاعي والحقيقه،
ده اللي يهمني. انا ما يهمنيش القيل والقال من اي جهه ما، انا يهمني ان انا اوصل للحقيقه واقف على الحقيقه فين، عشان انا كمان اعرف اتجاهي معاه هيبقى فين. يعني ايه اتجاهي معاه؟ هو يعني بمعنى، هل هو دلوقتي النهارده لغايه اللحظه دي هو متهم؟ طيب فيما بعد لو ظهر دليل مثلا ان هو مثلا مش مدان، يبقى اصبح هو مجني عليه. اصبح مجني عليه؟ اه طبعا. مش محتاج دي الجمله دي محتاجين توضيح ليها. في الحاله دي بقى هيبقى في تصرفات طبعا قانونيه للاطراف الثانيه والمبلغه. ايه الاجراءات القانونيه المتبعه في حاله اذا كان هو بقى مجني عليه زي حضرتك بتقول؟ حضرتك ده في تشهير، وفي حضرتك بلاغ كاذب، ودي يعني وقع واتهامات يعني مش تودي بمستقبله، تودي بحياته. خطف وسلاح ابيض وهاتك عرض و و و الى اخره. دي في حاله ان هو كان بريء، في حاله ان هو كان مدان. حتى هو كان مدان وثبت يقينا ان هو مدان بالتصوير، انا بتنحى عن الدفاع عنه فورا. هل ده اجراء طبيعي حضرتك هتكون بيه ولا ده من ثقه حضرتك في انك انت بريء؟ لا دي فلسفتي انا في شغلي، انا في شغلي يعني وضعنا في شغلي كده. لما بلاقي ان الوضع فيه ادانه ثابته وجازمه خلاص، انما شك وتخمين لا، الاحكام الجنائيه لا تبنى على التخمين، تبنى على الجزم ولا كده. يعني حضرتك يعني برضه مش عايزين برضه نطول حضرتك كتير، لان عارفين ان حضرتك طول النهار مرهق وعلى عمل طول النهار، ولكن برضه في نقطه مهمه في تفاصيل الروايه المنتشره، ان هي يعني في جروح في ايديها وفي جروح في جسمها بشكل كامل. في جسمها حضرتك جبت الكلام ده منين؟ انا بقول الروايه اللي ذكرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فبقول الروايه عشان حضرتك تقول، عشان حضرتك التقرير الطبي ما فيهوش غير الجرح اللي هو القطع اللي في اليد. طب الجرح المبدئي يعني التقرير المبدئي، لكن انا ما شفتش فيها سمه اصابات النهارده، او التقرير ما شفتش فيه اللي قريته، ما شفتش فيه اصابات اخرى. يعني الجرح القطع اللي في اليد ده يكون لا والله هو التقرير جاي ان هو تستلزم الراحه 3 ايام. لا انا بتكلم السبب، يعني ممكن زي برضو نفس الروايه اللي انا بتكلم فيها اللي هي المنتشره، ان بيقول كان هناك سلاح ابيض وهي مسكت ايديها ومسكت السلاح ومش هتتكلم، يعني مش هتسيب. مش ده حضرتك علاقتها حدث جوه السياره؟ على نفس الروايه. جوه السياره مزبوط. ولا بره السياره؟ لا الروايه بتقول ان هو جوه السياره، وبعد ذلك هربت من هي. طيب الكاميرا تشوف الكلام ده، تجيب لنا الكلام ده؟ مظبوط. ولو هو رفع عليها سلاح يستوجب بقى العقاب اي مكان. يعني انا معلش يعني حتى لو مشاده ما بيني وما بينك اي مكانت، مش هرفع عليك سلاح يعني عشان اخد حقي منك مثلا، يعني في كذا طريقه اخد بيها حقي، مش هرفع عليك سلاح. اخر حاجه مع المستشار، لو ثبت من كاميرا المراقبه ان المتهم له ضلوع في الجريمه، حضرتك هتعمل ايه؟ هتنحى عن الدفاع عنه فورا، لان ده مش هيبقى، معلش انا اسف يعني، ده خطر عليها او على مجني عليها والغير. واخر حاجه مراقبه، انا والمتهم طلبنا تفريغ الكاميرا وارشدنا عن مكان الجي بي اس بتاع السياره. يعني حضرتك وصممت امام وكيل النائب العام على تفريغ الكاميرا اللي موجوده داخل المثبته داخل السياره وكارت الميموري، بناء على طلب المتهم. بناء على طلب المتهم اللي بيقول ان دي اللي هتبرئني. وانت حضرتك منتظر بفارغ الصبر الحقيقه اي مكانت. شكرا جدا على المستشار، وشكرا على سعه صدرك يعني في الحقيقه. يعني بنتمنى طبعا ظهور الحقيقه، يعني بنتمنى ظهورها سواء كان بالادانه او حتى كان بالبراءه، لان في النهايه هنوصل الحقيقه زي ما حضرتك تسعى وصولك للحقيقه. شكرا جدا. حابب تقول اي حاجه في النهايه؟ نعم. حابب توصل رساله او تقول اي حاجه للناس اللي بتتفرج عليها دلوقتي؟ والله اقول للناس يعني ما تستعجلش في الحكم على اي من الطرفين ايا ما كان، سواء كان المجني عليها. في ناس قالت ان هي شكلها بتقول كلام مش صادق، وفي ناس قالت ان لا صادقه، وفي ناس قالت ان المجني